أهلا بكم أيها الرائعون. لطالما تحدثنا عن قوة التخيل في الجذب، وقلنا دائما بأنك كلما ربطت المشاعر بالتخيل يكون ذلك أجود في قانون الجذب. عزيزي المستمع، كلما تخيلت بدقة ورسمت الأهداف التي تريدها بشكل دقيق جدا في عقلك الباطن، طبعا خاصة قبل النوم وبعد قيامك منها، فإن ذلك يكون رائعا. لكن علي أن أضيف طاقة رائعة جدا، وهي طاقة السر، بمعنى أن تجعل الأهداف التي تريد تحقيقها سرا ولا تخبر بها أحد أبدا. بهذه الطريقة فأنت تبعد عنك كل الطاقات السلبية من أناس مثل الحقد والحسد والغلة، رغم أن هذه الطاقات طاقات ضعيفة لكنها أيضا تظل مؤثرة. لذلك حرص دائما على أن تجعل كل أمورك سرية حتى تتحقق بإذن الله، وبعد ذلك ممكن أن تخبر الناس بها. بهذه الطريقة فأنت تجنب نفسك الطاقات المعاكسة والسلبية التي تؤثر على جذبك لما تريد. عزيزي المستمع، ركز على الهدف، قم بتخيله بكل دقة وبكل أمانة. سوف تلاحظ أن الله سبحانه عز وجل يرسل إليك مواقف وأحداث وأشخاص يساعدونك بكل قوة على ما تريد، حتى تحصل على ما ترغب فيه بكل سهولة وأمانة. لكن عليك فقط أن تتخيل ما تريد بكل دقة وبكل مشاعر، كما لو أن الهدف معك الآن. بهذه الطريقة أنت ترفع طاقاتك إلى اهتزاز دبدبي عالي جدا، وبالتالي فكل الظروف تكون مواتية لتحصل على ما تريد بإذن الله. لكن دائما ركز على أن يبقى الهدف سرا بينك وبين خالقك. كل الأمور سوف تأتي في وقتها المناسب بإذن الله. يوسف حسن، في أمان الله.